ضيف النهارده كان لعيب كبير قوي قوي، يمكن اهم لاعبي جيله، والاهم ان هو كان لعيب كبير، ان هو عقليه محترفه جدا، ويمكن ده الكلام اللي الناس ما شافتوش فيه وهو بيلعب، لكن شافته فيه بعد ما اعتزل وبعد ما بطل. وانا دايما بقول ان الاختبار الحقيقي للعيب الكوره بعد ما يبطل مش وهو بيلعب. وانت بتلعب موهبتك بتشيلك، مع شويه شغل وشويه احترافيه تقدر ان انت تكمل، لكن بعد ما بتبطل بيبان معدنك الحقيقي، وبيبان ثقافتك، وبيبان عقليتك الحقيقيه. عشان كده بنشوف لعيبه كتيره للاسف بعد ما بيلعبوا، رغم ان هم كانوا لعيبه كبار، بيحصل لهم دروب، وناس تانية بتركب الطياره. ضيف النهارده من الناس اللي الحمد لله ركبوا الطياره، سواء كان اعلامي او على المستوى الاداري، والنهارده هو مدير الكره لمنتخبنا الوطني الاول. وانا دايما بقول ان لعيبه الكره نوعين، النوع الاولاني متربي على جيبه، والنوع الثاني متربي على دماغه. وضيف النهارده من الناس القليله اللي موجوده في الكره في مصر اللي متربي على دماغه. نجمي النهارده الكابتن محمد بركات. خفت اولا شوية. اولا سيبني بس، ايه لازم ابارك لك على البرنامج غصب عني. غصب عنك ليه؟ الف مبروك على البرنامج، ان شاء الله بدايه كويسه جدا، برنامج مسمع ومن بدايته الحمد لله. طبعا انت نجم كبير وبنستمتع بيك، وزي ما استمتعنا بيك في بدايتك هنا في البرنامج، طبعا كنا بنستمتع بيك وانت مدرب وانت في الاستوديوهات التحليليه، فده مش وانا لعيب، لا مش جديد عليك. لا انت لعيب، كنت بتعمل لنا مشاكل كتير. فيعني خلينا اقول ان انا سعيد جدا، بقالي كتير طبعا ما كنتش شفتك، بس يعني كان في تواصل دايما، ويا رب ما يقطعها عاده يعني. وعلى فكره في المقدمه انا كنت قاعد بره وكنت بشرب شاي، انا قلت له عايز تجري، انا كنت همشي بقى وحاجه في وقت تاني. وانت بتلعب كنت حاسس انت لعيب جامد ازاي قوي، ولا بعد ما بطلت ابتديت من رد فعل الناس ومستوى الناس دلوقتي ان انت تقول لا ده انا كنت جامد قوي؟ والله يا ميدو انا عمري ما حسبتها كده خالص، والله يعني صدقني انا اتكلمت كتير في المواضيع دي قبل كده. انا الكوره دي بحبها، وبحب دايما ان انا ابقى موجود بلعب اي ماتش، عايز ابقى كويس واظهر مستوى كويس، وابقى خارج قبل ما الناس تبقى راضيه عني، لان الناس هتختلف عليا، واللي بيحبني بزياده يقول لك لا كان كويس، واللي ما بيحبكش مهما عملت هيقول لك لا ما كانش كويس وبتاع. اما حاجه تخرج راضي عن نفسك، فده كان المقياس بتاعي ان انا ابقى راضي عن نفسي وانا خارج، ان انا اديت كويس. صح. في اي مباراه وديه رسميه انا كنت بحب استمتع بالكوره. موضوع بقى انت جامد لا انت مش جامد، تعرضنا كتير قوي كده، مثلا تلاقي مثلا في برنامج قاعد يقول لي انت اصلك من الاساطير. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ لا الكلام لا، بس ده حقك. عمره ما كان كده. لا بس ده حقك، احنا عندنا لو اتكلمنا في لعيب، انت مش هتجيب لعيب، انت هتجيب 2 و3 و50 و60 و100 و150 لعيب، هتجيب لعيبه كتيره كويسه مرت دلوقتي ومروا قبل كده وقبل كده وقبل كده، وناس انت ما شفتهمش اصلا، وبعد 100 سنه هيجي لعيبه اجمد من اللي فاتوا. هي الدنيا بتبقى ماشيه كده، فهي فكره كده. زي ما يدو مثلا دايما لما بنيجي بنتكلم في موضوع المقارنات، وده موضوع فعلا بيضايق جدا، يجي مثلا يقول لك هو في المقارنات انت في بغض النظر يعني انا لا انت عارف انا هبقى معاك في اي حاجه، بس المقارنات يقول لك ايه هو فلان احسن ولا فلان احسن، وتيجي تجيب 2 جامدين جدا وكل واحد بيلعب بطريقه لعب مختلفه، لا اللي بيلعبه ده يعرف يعمله، ولا اللي بيلعبه ده يعرف يعمله. طب انا هقارن ازاي واقول مين اجمد فيهم؟ ولكن يبقى ليه مش الاثنين كويسين؟ بالظبط، ما هو ده اللي بقول لك عليه. ليه الاثنين مش كويسين؟ ليه مش بركات وابو تريكه كويسين؟ اشمعنى بركات؟ لا يا بجد يعني ليه مش حازم امام وابو تريكه كويسين؟ ليه مش حازم امام؟ شيكابالا دايما مقارنات يعني دايما الاثنين كويسين بالظبط. وبعدين دايماً انا دايما بتكلم في لعيب ايه؟ في لعيب بيبقى لعيب كويس، ده يتقال عليه لعيب كويس ولعيب جامد قوي، بس مثلا ممكن ما يبقاش عنده الحرفنه مثلا باللعيب بتاع اللعيب الفلاني، يعني انت مثلا ايه مستني من اللعيب الفلاني مثلا حاجات معينه، انما مثلا مستني من ده يكيفك كور ويعملها لك من فوق كده ويحط لك الكوبري ويعمل لك وتحب عشان تتفرج وتستمتع بالكوره، هتلاقي عند ده ممكن يديك زي ده،
بس ده ما بيعملش الكلام ده، ممكن يكون بيلعب الكرة بطريقة تانية وبأسلوب تاني وبستايل بعيد تماما زي أحمد حسن كده مثلا. ولكن لا على فكرة أحمد حسن أنا لازم أكلمك في أحمد حسن، خد بالك بس لما يجي وقت لما يجي وقت أحمد حسن، عشان أحمد حسن ده بالذات لا ده أحمد حسن لعيب كورة طبعا على اللي عمله في تاريخه ده كله. أحمد حسن ما خدش حقه في مصر. لا أحمد حسن كان لعيب كبير قوي، أنت فاهم؟ أحمد حسن أنا متهيألي يعني أحمد حسن من اللعيبة اللي خد حقه بره مصر أكتر ما خد حقه في مصر. ده كان لعيب كبير قوي أحمد حسن. فسيبنا أحمد حسن دوت يعني إيه، ارجع لي علشان أحمد حسن ده يعني ابدأ حلقتك بركات.